زي مباراة الأهلي والزمالك اللي جاية دي؟ مباراة أنا شايفها إن هتبقى صعبة على الفريقين، لكن يعني اللي مريحني شوية نادي الزمالك المستوى الفني بتاعه من مباراة من بعد مباراة الترجي اللي كانت هنا أفضل. اللعيبة بدأت تتأقلم أكتر مع كارتيرون. بص بقى كابتن، مباراة الأهلي والزمالك دي ما بتعتمدش على ولا حاجة من اللي أنت قلتها ولا هتقولها. يعني ايه؟ الاهلي مفنش اخر مباراه مش في افضل حال فنيا، الزمالك افضل بكتير، يعني مفنش افضل صحيح. بكتير، رايحين كل واحد فيهم عنده مباراه في الكاس، هنشوف ادائهم هيبقى عامل ازاي، ولا تعبر عن اي شيء. بس هنيجي نقول النهارده في غيابات هنا وفي اكتمال هنا، او في اكتمال هنا وفي غيابات هنا، برضه لا تعبر عن اي شيء. هي ملهاش مقاييس. بتبتدي المباراه 90 دقيقه بنشوف مشهد مختلف تماما. صحيح، هي بتعتمد اولا واخيرا على حاله اللعيب في اليوم ده، لكن برضه ليها شويه معطيات. يعني قبل المباراه زي ما حضرتك بتقول المستوى الفني بتاع نادي الزمالك مرتفع شويه عن النادي الاهلي، فدي بتدي افضليه شويه، فدي بتساعد شويه في الموضوع المعنوي او النفسي مع اللعيب اللي داخل المباراه. فالمعطيات دي باخد بيها لكن نسبتها قليله جدا زي ما حضرتك قلت. الحاله بتاعت اللعيبه في اليوم ده، الفرقه عموما، حاله الفرقه كلها هي دي اللي بترجح كفة فرقة على التاني، لكن هي ملهاش مقاييس. أي ديربي في العالم ملوش أي مقاييس طبعا، بس ده في توقيت أحيانا ماتش الأهلي والزمالك أهميته أو مقدار أهميته بتختلف من وقت لوقت. دي مباراة ممكن تكون ليها أهمية كبيرة جدا عند الفريقين. الأهلي جاي وهو رايح البطولة الأفريقية، وهو ماشي في مشواره الطبيعي، عايز يلحق الدوري الممتاز، عايز يأخر الزمالك، عايز يزود جراحه. الزمالك عايز يطلع من جراحه، عايز يتفوق في بطولة على النادي الأهلي، عايز معنوياته تبقى عالية. اعتقد اللي هيخسر هتبقى خساره كبيره. هختلف شويه معاك. يمكن نادي الزمالك هو دلوقتي داخل المباراه دي وهو خلاص يعني عينه على بطوله الدوري وبطوله الكاس، علشان يقدر يبقى خد بطولتين وخسر بطوله، يبقى المعدل نوعا ما كويس. لكن كمباراه في الدوري العام انا بعتبرها مباراه بثلاثه بونت، لان الدوري ما زال طويل جدا يا كابتن سيف. احنا لسه بعد شهر كمان هنلعب مع النادي الاهلي تاني في مباراه الدور التاني، فانا شايف ان المباراه يعني هتفرق شويه مع نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك عينه على البطوله دي. نادي الزمالك في الاول وفي الاخر ده ديربي لازم يكسبه طبعا، عشان بيأثر شويه نفسيا على الفرقه اللي بتخسر المباراه. فانا شايف ان هي بتبقى مباراه صعبه، لكن اهميتها يعني مش هتأثر على الفرقتين قوي. يعني مش هتأثر؟ لا مش هتأثر. يعني خساره بالنسبه للزمالك ما تمثلش حاجه؟ لا تمثل طبعا. انا اول الدوري، وانا يهمني ان انا ابقى مركز ان انا ابقى اول الدوري، ما انزلش من صداره الدوري. اعتقد دي مهم، مباراه مهمه الزمالك محتاج يصالح فيها جمهوره بعد الخروج من افريقيا. طبعا اكيد، ويرجع ثقه جمهوره اللي موجوده دلوقتي بعد المباراتين الاخرتين لنادي الزمالك في بطوله افريقيا. نادي الزمالك ثقه جمهوره بقت عاليه قوي في لعيبته، خصوصا النهارده كمان ادوا اداء عالي جدا الشوط الاولاني، تركيز عالي جدا، فده يعني باسط جمهور نادي الزمالك ومدي جو من التفاؤل كبير جدا